اليوم بدي أكلمك عن أجمل مكان في قطر، سوق واقف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف، بحييكم من قناتي مذكرات ممرض. بنتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء، وبنتكلم فيها عن الغربة والسفر والخليج وأمريكا وبريطانيا وكثير مواضيع. في هذا الفيديو راح أكلمك عن أهم وأشهر وأجمل وأقدم مكان في قطر اللي هو سوق واقف، موجود في قلب مدينة الدوحة، ومش راح يمر يوم بدون ما تسمع عنه لأنه مكان للعديد من الفعاليات الثقافية والرياضية والسياحية وغيرها. سوق واقف هو عبارة عن سوق تقليدي زي وسط البلد عنا، عمره أكثر من 100 سنة، تم تجديده عام 2000، بيجمع بين الأصالة والمعاصرة، في شغلات قديمة وفي شغلات جديدة، وهو أشهر المعالم السياحية في قطر. يشتهر ببيع المشغولات التراثية، وفي مطاعم عربية وأجنبية ومحلات حلويات وكل أنواع المحلات الممكن تتخيلها. أوقات الدوام لمعظم المحلات 10 الصبح ل12 الظهر، بعدين بيأخذوا استراحة بسبب الجو الحار، بعدين بيفتحوا كمان مرة من 4 للـ10 بالليل، وقليل من المحلات بتظل لـ11 أو لـ12، وبعض المطاعم شغالة 24 ساعة. ليش بسموه سوق واقف؟ لأنه زمان بالثلاثينات أو الأربعينات من القرن الماضي كانوا البياعين يحطوا زي بسطة ووقفوا وراها يعرضوا عليها بضاعتهم، سواء ملابس، عطور، بخور، مشغولات يدوية، تحف منزلية، أي إشي على الواقف كانوا يبيعوه، وبعضهم كان يبيع السمك اللي يصطادوا من الخليج العربي. سنة 2003 حصل حريق شهير جدا وكبير جدا أتى على معظم موجودات السوق، فتم ترميمه وبناؤه من أول وجديد على مرحلتين 2006 و2008، وصار أجمل بكثير ومنظم أكثر بكثير من ذي قبل، وتحول إلى أروع الأماكن في الدوحة. علشان يحافظوا على أصالة الدوحة، أي محل تم بناؤه قبل الخمسينات ظل، والجداد كله انهدوا وانبنى من أول وجديد. هذا السوق مش بس مكان للأكل والشرب وتشتري تحف وتجيب منه مسبحة أو تشتري منه فانوس أو تشتري منه دلة قهوة، لا، في فعاليات بتصير فيه كل يوم وكل أسبوع، في معارض فنية، في معارض لوحات، في حفلات موسيقية، في أحداث ثقافية، في ألعاب بهلوانية، أحيانا بيستضيفوا مثلا سيرك هناك. مدفع رمضان كل يوم المغرب ينضرب من نص سوق واقف. احتفال القرنقعوه تكلمت عنه قبل هيك في فيديو قصير، روح شوفه، برضو بصير في سوق واقف اللي هو ليلة النص من رمضان. كل سنة بصير فيه معرض تمور، معرض زهور، معرض للعسل، معرض للأكلات الهندية، معرض للأكلات العربية، كثير أشياء بتصير هناك. أقسام السوق زي أي سوق تراثي، راح تلاقي جزء للملابس وجزء للأكل وإلى آخره، فراح أقول لك شو الأقسام اللي بيشتمل عليها هذا السوق. سوق الملابس موجود لبس رجال دخل لحال أو سوق لحال، وسوق الحريم أو سوق العبايات منطقة لحال. البهارات والعطارة والعسل والتمور سوق لحاله اسمه سوق البهارات. المواد الغذائية بتروح بتلاقي دكاكين سوبر ماركت، بدك باكيت شيبس، بدك شوكولاتة، بدك ملبس، حلويات للعيد، شوكولاتة كذا موجود فيها. سوق الحمام بتلاقي فيه حمام، حيوانات أليفة، ببغاوانات، بط، دجاج، كلاب، قطط، سمك، كل إشي، وبصير فيها مزاد أسبوعي صباح كل يوم جمعة. على فكرة جنب سوق واقف في مستشفى بيطري مخصوص للصقور فقط، ويمكن يكون الوحيد في العالم اللي مخصص للصقور. سوق الأواني المنزلية، الأواني المنزلية الخليجية الفخمة المميزة بتلاقيها هناك. سوق العطر والعود، أي نوع عطر أو بخور مهما كان جميل أو مهما كان غالي راح تلاقيه هناك، هو مبنى تراثي جميل جدا مؤلف من طابقين. سوق الذهب جنب السوق أو جنب سوق واقف بس بتقطع الشارع، هناك يمكن 50 أو 100 محل ببيعوا ذهب. سوق للصقور إذا بدك تشتري لك واحد. سوق التحف اليدوية إذا بدك تشتري سيف، خنجر، مسبحة، دلة قهوة، الأشياء التراثية الجميلة هاي بتلاقيها هناك. في محلات لمواد البناء إذا بدك مفك شكوش بتلاقي. أهم المعالم في سوق واقف، ما فيش حدا بيدخل على سوق واقف وبسأل هذا الإصبع شو قصته. منحوتة الإصبع اللي هي عمل فني رائع من عمل الفنان الإيطالي سيزر بلداتشيني، هذا التمثال انحط في سوق واقف احتفالا بفوز قطر بكأس آسيا 2019. من أهم الأماكن في سوق واقف مطعم أبو شريحة، إذا أنت أردني ومشتاق للحمص والفلافل روح كل عنده، أسعاره رخيصة جدا وأكله لذيذ جدا. جنب أبو شريحة في حلويات العكر، برضو حلويات أردني، بتلاقي الكنافة، البقلاوة، كل أنواع الحلويات اللي نفسك فيها، وبيعمل شاي قهوة إذا بدك. سوق واقف للفنون، إذا بدك تشتري تحفة، تشتري لوحة فنية، بدك واحد يرسم لك بورتريه، الصور والفنانين والنحاتين كلهم جوا. ساحة الحمام شمال السوق، مش تشتري حمام، بتلاقي حمام قاعدين على الأرض بوكله، والزوار برمولهم بذور وحبوب وأكل عشان يأكلوا منه. فيها جمال وأحصنة،
للأطفال طبعا، تركب الجمل أو الحصان ب10 ريال، وفي بياعين آيس كريم، في بياعين ذرة، في بياعين بالونات، طبعا كل هذا مرخص من السوق وإلهم ترخيص محدد يعني. مساجد سوق واقف، في 3 أو 4 مساجد في سوق واقف، أشهرها مسجد عبد الوهاب، مسجد حمد، مسجد القبيب. في مركز شرطة جنب حلويات العكر بالضبط، اسمه مركز شرطة سوق واقف، في صرفات آلية لأكثر من 10 بنوك، فأنت إذا مش شايل فلوس لا تعتل هم، روح اسحب منهم ما بدك. في مواقف للسيارات تحت الأرض، 6 مواقف، 9 كمية كبيرة من السيارات. في محطة مترو جنب سوق واقف بالضبط، فأنت لو جاي من أي مكان في البلد ب2 ريال من أي مكان لسوق واقف تطلع بالمترو. في باص بمر جنب السوق إذا بدك تروح منه من السوق على محطة المترو، وفي باص طابقين هذا بأخذك جولة في الدوحة كلها. في فنادق كثيرة جوا السوق واقف إذا بدك تنام وتصحى في السوق نفسه، في فندق النجادة، في فندق البدع، في فندق مشيرب، في فندق الجمرك، في فندق رميلة، في فندق نجد، في فندق المرقاب، في فندق بسم الله، في الجسرة. ومن جديد افتتحوا سينما اسمها سينما موفو، عبارة عن 5 قاعات سينما تحت الأرض، إذا رايح تحضر فيلم بتلاقي. أي إشي بصير بالبلد راح تعرف من سوق واقف، أي مباراة بيفوزوا فيها بروحوا يحتفلوا فيها في سوق واقف، أي فريق بدخل بطولة فبدهم المشجعين تبعوا يحتفلوا فيهم روح على سوق واقف، راح تلاقي مشجعين الأرجنتين، مشجعين البرازيل، مشجعين ألمانيا، مشجعين إسبانيا، وكل أنواع البشر هناك. هي النقطة الوحيدة اللي لما تدخلها بتعرف إيش صاير في البلد، إنه في بطولة رياضية هالأيام، في حدث مهم هالأيام، كله بتعرفه من هناك. لا تنسى إذا أنت جوا قطر تروح على سوق واقف، ولا تنسى لو أنت ناوي تزور قطر أول إشي تزور سوق واقف، ولما تصير هناك تذكرني وادعي لي. ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو، ولو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول، والسلام عليكم.